ومزيد من القراءة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية نبدأ من حيث انتهى بيان القاهرة فيما يتعلق بتشكيل آلية للتعامل مع الملف السوداني. كيف ترى تشكيل هذه الآلية والتحرك على الأرض فيما جاء ببيان القاهرة؟ تحياتي لك ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن بيان قمة القاهرة دول الجوار والتوصيات والرؤية التي طرحها الرئيس السيسي هي بتطرح خريطة طريق شاملة وواضحة ومحددة، محددة الأهداف ومحددة الآليات للخروج وحل الأزمة السودانية في إطار ما أكدت عليه مصر من التسوية السلمية للأزمة، في إطار الحلول التوافقية الجامعة لكل أبناء الشعب السوداني، في إطار وقف إطلاق النار ووقف مستدام ووقف إزهاق أرواح السودانيين والحفاظ على ممتلكات الشعب السوداني ووقف مساعداته، أيضا في إطار تعزيز الدعم الإنساني الدولي والعربي للشعب السوداني. وبالتالي ربما على خلاف ما طرح من مبادرات منذ اندلاع الأزمة من 3 شهور، مبادرات دولية أو مبادرات مختلفة، تتميز مبادرة القاهرة وأنها وضعت خريطة طريق قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تحديد آليات محددة من خلال آلية الاتصال الوزارية المنبثقة عن المؤتمر التي ستعقد اجتماع الأول في دولة تشاد لتقديم حلول عملية قابلة على التطبيق للتواصل مع المباشر مع أطراف الأزمة السودانية، أيضا في إطار تحقيق التوافق، خاصة أن هذه الخريطة الطريق التي انبثقت اليوم عن مؤتمر دول جوار السودان تحظى بدعم إفريقي، بدعم دولي، بدعم كل الأطراف حقيقة، لأن هدف هذه الخريطة هو إنهاء الأزمة وإنهاء ووقف معاناة الشعب السوداني، وبيعكس حقيقة الدور المصري والمصداقية والسياسة المصرية الرشيدة الفاعلة النزيهة التي دائما ما تنحاز إلى مصالح الشعوب، تتحرك في إطارها العربي في دعم القضية العربية في وقف معاناة الأشقاء في السودان، والتي كما قال الرئيس السيسي تدمي القلوب حقيقة عندما نرى التدمير وإزهاق الأرواح. وبالتالي هذه القمة تنطلق من منطلقات ثابتة وأسس تقوم على توافق كل دول الجوار حقيقة الذين حضروا، وكان هناك يعني نوع من التطابق حقيقة في وجهات النظر في ضرورة التحرك العملي على أرض الواقع لوقف هذه المعاناة، وقف هذه الأزمة غير المسبوقة التي يدفع ثمنها دكتور أحمد. يعني هذه قرأنا في البداية الآلية وخريطة الطريق والتحرك العملي الذي وضعه بيان القاهرة فيما يتعلق بالدول الجوار السوداني للتعامل مع الأزمة السودانية. كيف تعكس لنا الثوابت المصرية والتي جاءت في من خلال البيان الذي اتفق عليه دول الجوار في التعامل مع ملف الأزمة السودانية، وأولها ضرورة رفض أي تدخلات أجنبية في الداخل السوداني؟ يعني بالطبع الرؤية المصرية والثبات المصرية تقوم على الحفاظ على وحدة الدول، الحفاظ على الدولة الوطنية، سيادة هذه الدول، رفض كل أشكال التدخلات الخارجية، لأنه ببساطة يعني ثبت من كل تجارب الأزمات العربية وحتى الأزمات العالمية أن التدخلات الخارجية غالبا ما تكون عامل سلبي يؤدي لتعقد الأزمة وإطالة أمدها. وبالتالي هنا تأكيد على أن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي السوداني، وأن الحل هو بيد السودانيين أنفسهم من خلال التوافق وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني والحفاظ على وحدة أراضي السودان واستقلالياته وسيادته، وهي الثوابت المصرية حقيقة دائما التي ترفع تحكم السياسة الخارجية المصرية، وهي ما تتفق مع القانون الدولي مع مبادئ السياسة المصرية، وهو حقيقة ما انعكس في دور مصر الفاعل في تسوية الأزمات العربية كما رأينا في سوريا في اليمن في ليبيا في غيرها، بتعكس حقيقة إضافة طبعا إلى انحياز السياسة المصرية ودائما مصر إلى مصالح الشعوب العربية، مصالح الشعب السوداني، لأن ليس فقط ما يحدث في السودان له انعكاسات وتداعيات على مصر وعلى الأمن القومي المصري وعلى الجانب الإنساني، ولكن أيضا هناك مصلحة مصرية حقيقية في دعم الشعب السوداني في وقف هذه المعاناة، في وقف كل التدخلات الخارجية التي غالبا ما ترتبط بأجندات خاصة تتعارض حتى مع أجندة الشعب السوداني وتساهم في تعقيد أمد الأزمة. وبالتالي كانت هناك رسالة واضحة اليوم من القاهرة بأن حل الأزمة السودانية هو يسير على مسارات متوازية متكاملة، مسار وقف الحرب، مسار الدعم الإنساني، مسار الحل السياسي وخريطة الطريق، إضافة أيضا إلى المسارات أو إزالة العوائق، وهي منع أي إشكال التدخلات الخارجية التي دائما تؤدي إلى زيادة وتعقيد الأزمة. طيب
نقطة أخيرة دكتور أحمد، سيد أحمد، يعني أخيرا ما قدرة القاهرة ونجاح القاهرة في تجميع دول الجوار السوداني على الموافقة على هذه الرؤية في التعامل مع الأزمة السودانية؟ للتأكيد هو هذا التحرك يأتي بالتناغم مع تحركات إقليمية والدولية للتعامل مع الملف السوداني وليس منافسا لهذه التحركات. بالطبع هذه نقطة مهمة، لأن أولا مصر تنطلق من يعني اعتبارات واضحة ومحددة. الاعتبار الأول هو الحفاظ على حدود السودان وإنهاء الحرب وإنهاء المعاناة. الاعتبار الثاني أيضا أن ما يحدث في السودان ويؤثر على كل دول الجوار حقيقة، يعني كل الدول التي حضرت اليوم تأثرت بشكل أو بآخر، سواء في الجانب الإنساني أو في الجانب الأمني أو في الجوانب السياسية. الأمر الثالث أن مبادرة القاهرة وخريطة الطريق اليوم هي متكاملة ولا تتعارض مع كل المبادرات الإقليمية والدولية، هي أيضا سواء مبادرات الإيجاد أو الاتحاد الإفريقي أو مبادرات دول أخرى أو المبادرة العربية السعودية الأمريكية أو غيرها من المبادرات، لأنها حقيقة هي تصب في هدف واحد لا أعتقد سيلقى التطابق والتوافق والتراضي من كل الأطراف، وهو وقف إن هذه المعاناة التي لا تمس فقط الشعب السوداني ولكنها تداعيات إقليمية وتداعيات أمنية وتداعيات سياسية. ومن هنا كان هذا الحضور اليوم في مؤتمر القاهرة من كل دول الجوار، كان هذا الترحيب وهذا القبول وهذا التوافق، كان هذا أيضا هذا الدعم الدولي والدعم الإفريقي للمبادرة المصرية التي تعد هي مبادرة خالصة هدفها الأول والأخير هو وقف معاناة الشعب السوداني والخروج من هذه الأزمة والوصول لحل سياسي شامل ومستدام. أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية.